اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود، مع المقربين الشهود، الموفين بالعهود، الركع السجود، إنك غفور ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وأزواجنا
أزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبَّنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رِضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين، واجزه خيرا على ما يقدم للإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم وفقه وولي عهده وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، ووفقهم لخير شعوبهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فيكتب له عظيم المثوبة والأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين، اللهم اجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تُفرِّق جمعنا في هذا المكان المُبارَك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وعملٍ متقبَّلٍ مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رجال أمننا المُرابِطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم ثبِّت أقدامهم واربِط على قلوبهم، وتقبَّل شهداءهم، وعافِ جرحاهم، واشفِ مرضاهم، وردَّهم سالمين غانمين منتصرين مُظفَّرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. إلهنا إلهنا إلهنا، قد رفعنا أكف الضراعة إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء إليك، فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين يا رب العالمين.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات. وصلِّ اللهم على نبينا محمد ما زهرت النجوم، وصلِّ عليه ما تلاحمت الغيوم، وصلِّ عليه يا حي يا قيوم. اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.